يا من تطلب الحاجات جد السير وتعنق واقصد سيدي محمد واطلب حاجتك منه. يا من تطلب الحاجات صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طريق المعالي في شدوق الأراقم، ونيل الأماني في بروق الصوارم. ومن خاض أمواج الردى خافه العدا، وألقى إليه السلم من لم يسالم. ومن خاف ذل العيش طابت حياته، ولذ له في العز طعم العلاقم. أمط عنك أبراد الكرى وامتط السرى، فما في اغتنام المجد حظ لنائم. وما العز والمعروف إلا لأصيد يرى العز والمعروف ضربة لازم. من الظلم أن يغض عن الظلم سيد، نمت هبات الظلم من آلها. يا شمي إذا غردت للبيض في البيض رنجتن، مشوا في ظلال البيض ميل العمائم. لا في عليهم ما قضى حتف أنفي، كريم لهم إلا بسم وصايا. يا رمي أهل البيت ما منهم من قضى حتف أنفه إلا بين مسموم ومقتول، ومن بينهم إمامنا علي بن محمد الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو عاشر الأئمة. هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه انتهى إليه دور الإمامة وعمره 6 سنوات، وله شان بأبي وأمي. لما فارق أباه عمره 6 سنوات، كأنما هذه فرصة صارت بالنسبة لأعداء أهل البيت من العباسيين وللسلطة القائمة في ذلك الوقت، والذي يقودها المتوكل العباسي. فالمتوكل العباسي جمع مستشاريه، قالهم هذه طائفة من الناس وهم الروافض أو الشيعة، ذولا يألهون أهل هذا البيت، والآن
محمد بن جواد انتهى، وانتهى الأمر إلى ابن علي الهادي وعمره 6 سنوات. فأريد تشوفوا لي عالم حاذق وعارف وفاهم بالمدينة ممن يضمر العداء لأهل هذا البيت، حتى نكلف بتربية علي الهادي ويعلم الفقه، وإذا رفض الهادي فإحنا نجبر على ذلك، يعني روح يتعلم عند هذا مجبور، يدخل المدرسة هذا مجبور غصبا عليه. من أجل الإعلام اللي انظهر لعامة الناس أن الهادي درس عند فلان مثلا من العلماء اللي هو في ركاب المتوكل العباسي، وحتى نحتج على الشيعة وتنتهي هذه الدعاية الإعلامية لأهل هذا البيت. مفهوم الكلام؟ شلون القضية؟ فعلا أرسل جماعة أمناء من شياطينه إلى المدينة واطلعوا على شيخ يسمى الجنيد، وهذا الجنيد عالم متبحر عارف بالأصول والفروع والفقه والمعقول والمنقول. فقال لولا المتوكل يطلب منك أن تتولى تربية علي بن محمد الهادي، بس تأخذه بعيد عن أهله وتحجبه عن أهله مدة حتى تعلمه. وفعلا اتفقوا وحددوا له مبلغ اللي يغريه، وأخذ الإمام بالجبر والقوة طبعا، وصارت الدعاية الإمام راح يدرس المحمد يدرس الجنيد. هاي الوادي من العوام اللي إيمانه نصونص أو أنه بالمئة 10 أو بالمئة 20 عنده، فهي العوام أخذتها الدعاية. أما الراسخون بالمعرفة والعلم فاهمين من الشيعة، ذولا ما تمر عليهم هاي الأمور، يعرفون شنو الأسباب. هذا رجل كان حاضر يوم دعوا الجنيد لتعليم الهادي وأخذوا الهادي. يقول بعد 6 أشهر التقيت بالجنيد، قلت له شلون صار حال هذا الصبي العلوي؟ قال يا صبي، قلت له هذا الصبي العلوي على الهادي لخذته كذا على أساس الدرس. قال ويحك أحجب عن هذا الكلام ولا تقل صبي، قل هذا الشيخ العالم المتبحر السيد العظيم هذا علي بن محمد الهادي، والله ما فتحت معه باب من العلم إلا وفتح علي أبواب من العلم التي بها حيرني وأشهد أنه ابن محمد. يقول راحت سنة وراها التقيت بي قلت له شلون صار وضعه؟ قال ويحك ماذا تسأل عن رجل أدخلني في تشيع وصرت من شيعة آل محمد. يقول ما أتيته بآية إلا ورأيت عنده من الشرح
وما نسيت شيء إلا ذكرني إياه، وما عزب عني علم إلا وجاءني به. وإذا هذا عالم، هذا مو قضية أنه عمره 6 سنوات. ولذا يقولون أن أهل البيت علمهم لدني بأبي وأمي، وإلا على أي أساس يذكر هذا في مجلس في أعيان الشيعة يذكر هذا العاملي؟ يقول لما يعني على أي أساس الأمور الزهراء تولد؟ يقول يوم لما ولد الزهراء الرواية عن الإمام الباقر، قال الإمام الباقر عليه السلام: لما ولدت جدتي فاطمة ولدت ساجدة، ثم رفعت بصرها نحو السماء وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا كلام مفروغ منه، فقصدي من الكلام الإمام الهادي سلام الله عليه ظهر صيته وشاع ذكره بين الأقطاب. أي على كل حال، ما راق للمتوكل أن يبقى الهادي هكذا، وإنما أراد أن يجعله تحت مراقبته. وفعلا جلبوه إلى سامراء، وكان معه ولده الحسن العسكري عمره 4 سنوات. يعني الإمام سلام الله عليه لما جلبوه من المدينة إلى سامراء كان عمر الإمام الحسن العسكري 4 سنوات، والإمام صلوات الله وسلامه عليه عنده من الأولاد بما فيهم السيد محمد المعروف بأبي جعفر، والملقب عند العامة في العراق بسبع الدجيل، لو أنه انتصر لأهل الدجيل في قضية. على كل حال، فالإمام بعد الإمام الهادي للحسن العسكري سلام الله عليه، ولكن كان عند الناس أن المرشح للإمامة هو السيد محمد، هو هذا المرشح لعلمه لعلاقته لالتصاقه بأبيه دائما وياه كذا، فالناس كانوا يعتقدون أن الإمام هو هذا محمد. وجاء محمد زائرا إلى أبيه في سامراء، وبقي مدة من الزمن، ثم رحل يريد المدينة، وصار طريقه على بلد فمرض بهذا المكان، وبقي فترة حتى جاءه الأجل وتوفي حتف أنفه، وحضره علي الهادي سلام الله عليه وقام بتجهيزه، وقال للحسن: يا بني احدث الله شكرا، لقد احدث بك امرا. سبحانه وتعالى احدث بك امرا، يعني الايهام اللي عند الناس انتهى بموت محمد، بموت ابي جعفر، وتوجهت الانظار اليك، لقد احدث الله هذا الامر ونحن نحمده ونشكره. فالمهم، الإمام الهادي دفن السيد محمد بهذا المكان المعروف، وأصبح مزار يزوره الناس، وأظهر الله له من البراهين ومن الكرامات، حتى ما قصده قاصد بحاجة إلا ورجع بقضاء حاجته. أنا فد مرة دعيت في قم، وذلك سنة 28 1428 هجرية،
يعني قبل 8 سنوات 29 جماد، وكان يوم 28 جماد وفاة السيد محمد، سيد محمد سبع الدجيل، سيد محمد أبو جعفر بن الإمام علي الهادي، وفاته يوم 28 بجماد الأول وفاته. إن شاء الله نقيم العزاء في ذلك الوقت بإذن تعالى. فقرأت مجلس وأنشأت هاي القصيدة، وحب أقرأ لكم إياها بالمناسبة. أنا مش خبرنا أبو يوسف بالليل، أنا حقيقة ما معتاد أنه بالظهر أقرأها، بس قال لي حسين يا مشتاق للشباب ما شايفهم، قلت له إن شاء الله. فعلى كل حال وياي أريش لك يا اللي ذيب دينياك عليك الدار لمجورة، أريش لك يا اللي ذيب دينياك عليك الدهر لمجورة، اقصيد سيد محمد وطوب الحاضر توزورة، طوب الحاضر توزورة واطلب حاجتك منا، سليل الهادي ابو جعفر معروف الفضل عنا، قبل عتبته وانحب يمه وثقل الول، واشكي الحال ودموعك على الخدين منثورة، على الخدين منثورة، دموعك لو شكيت الحال يقضي حاجتك وتشوف شلون يحقق الأمل، وحتما من تصل لحمة همومك لا تصير جبال، كلها يشيلها عنك وروحك ترد مسرور. اقصيد سيد محمد سليل الهادي ابو الطيبة واطلب حاجتك منا، عند تنقضي الحاجة سيدي محمد هوايا إلى بيوم الشدد واقفة، وإلى شارات بين الناس عندي الخالق مذكورة،
اللي يحلف بيك يذب حتما يا سطرة وما تضل اثر المعاجز عند ابو جعفر كثيرة تحير الافكار عن هاي المعاجز دوم تسمع تلقي للزوار وشوف الحاضر الوادم حداية تجيب وانذورة وتشوف الحاضر الوادم هدايا تجيب وانذورة روحي وشاهد بعينك بانذورة الصحة مشحون ما رضت توصل الدارة كلهم لو لفايشفو ما رضت توصل الدار كلهم لفايشفو وحتى الخايف يأمن يفرح كل قلب معزول وياخذ حاجته ويرجع بإذن الله ليطوب سورة يا سبع الدجال الناس كلها تقول من تنخى يا سبع دجال تقول يا سبع دجال الناس كلها تقول من تنخى وهو بهذا لقب معروف روح انشد عليه تلقى كم سارق قطع شفة كم سارق قطع شفة غير البقات مسمورة شوفوا يا سارق ابو راسا شوف شفه مقطوعة وبعضهم لا ما يقطع شفة يشكله على الحائط شلون فرد شيء وعلقه يسمره بعد ما يقدر يتحرك إيه معاجز سيدي محمد كثيرة وأبد ما تنعد وحتى الخلوف الدين إلى بهذا الفخر تشهد يشبه عمه العباس وحقك سيد محمد شارات تهدم بيوت عن أخبار مشهورة ونريد اليوم من عنده ونريد اليوم من عنده يا أدم بيوتها العدوى
على قبات علي الهادي تعدوها دم البنيا يزلزل من تحت القع ويشب ديارهم نيران وايل معجزة تبقى لجيل جيل مذكورة وهذه المعجزة تبقى لجيل جيل مذكور هذه طل بيتي منا أقل والقلب مهمو وانا بمجلس التابير عليهم معي مسجوم بين الماء قضى منهم غير مقطع ومسموم وغير مقيد ومن غير ذيك القضات منحوره يا مولاي القضات اليوم قليل بدار غربته روحي عليك معلومة وثجيل عليك حسرته عليك دموع شيعتكم تكتجر وان عبرتها وتظل قلوبنا الفرقك ليوم الحشور مجمور وانت السيد المبروك يا ناجل الها ديبو جعفر بلدة بلد هذا اليوم صابك سهم المقدر مصابك بجاهل هادي يا ويلي ومد ما عاد فجر قامي وغسلك بيده وشبت عليك مفطور لا كان مالي مذبوح وخد على الثرى معفر مثل عسير لما نشاف حال ابن علي الأكبر قعد عند ويصيح بصوت على الدنيا العفا وكبر من عظم المصيبة وصاع يما أصوات مقهورة حين حسين شافي ابنا بهذا الحال يما طاع يا ويلي تمدد بكترة ويصفج قام راح يبرع ينده قام يا زينب
علي يا اختي من دايرة تعالي وياي خنبجي على وليادي الخوف نور علي راح علي راح شافوا النبي الشابج والله شافوا النبي الشابج علي راح قعد عندي وصفق راح علي راح صاحب صوت يا زينب والله صاحب صوت يا زينب علي راح يا خويا ظلمت الدنيا علي يا خويا ظلمت الدنيا علي يقول بعدك بعدك يا من سيفك عذاب ونزل يا من سيفك عذاب ونزل بعدك على الدنيا العفا يا ابوي يا من سيفك عذاب ونزل بعدك يا ابوي ايه يا من سيفك عذاب ونزل بعدك بعدك احرقت قلبه يا ابويا بنار والله احرقت قلبه يا ابويا بنار بعدك بعدك على الدنيا العفا يا ابوي والله على الدنيا العفا يا ابويا بعدك يا ريت وياك تاخذني المنية تلقيت ليلة سيلة يقلها ولدنا 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 بعد ما اقدر اتقرب والله بعد ما اقدر اتقرب ولا اذن ولا اذن وطقنا الدار بسامة ولدنا يا زينب راح من عدنا والله يا زينب راح من عدنا ولدنا يا زينب راح من عدنا ولدنا انا وياك خلنا نصب عزي والله انا وياك خلنا نصب عزي يا نثرى نثرى يا ابو انا ردتك ترد وحشة الغياب يا ابو يا انا ردتك ترد وحشة الغياب يا ابو ويا ماي وتبدى طولك وغاب يا علي يا ابني يا ماي وتبدى طولك وغاب انا دمعي على فرقك سجاد
والله شفيت 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 ويا شفيت الدمع لا صار خنيا وجو الصباح علي ليل مظلم وربيع أيام علي محرم يا الله ارفع إليكم بالدعاء. أنا أولا أدعو للشباب اللي سووا هاي القراية على سيد محمد وسووا المناسبة، وهذا سيد محمد أبو جعفر يستاهل، هذا السيد العظيم حقيقة حامل حمى، سيد محمد حامل حمى. وبعدين أنه وصلني خبر مفرح مسر أن شباب آل محمد بصورة خاصة قائمين بمشروع تذهيب قبة السيد محمد، أسأل من الله تعالى أن يرفع شأنهم وجزاهم الله خير، وهذا فد مشروع جدا جبار وعظيم، وأتمنى أن يكون إن شاء الله باسمهم، وهي تكون بصمة للحسينية هاي الكريمة إن شاء الله. لأبو محمد صلى على محمد وعلى، جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. الله يرحم المؤمنين الذين هم خدموا بهذه الحسينية، والله يحفظ الموجودين الآن إن شاء الله ويبارك بهم إن شاء الله إلى تطور وتجدد. واطلبوا من الله أن يحفظ المسلمين من العابثين والظالمين والقتلة والمجرمين، ويحفظ الكويت وأهلها ويستر هالبلد، هذا البلد الخير، هذا البلد البيناس، يعني مثل وجود آل محمد يقومون بتذهيب قبة محمد ابن الإمام الهادي سلام الله عليه. ومنين ذولا؟ من الكويت. هذا بمعنى أنه في الحقيقة ذولا، هذا بمعنى أنه هذا شيء راح يدفع البلاء الكثير والكثير عن هذا البلد وعن المؤمنين بكل مكان، وجزاهم الله خير الجزاء. وإلى من مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات.